مباراة كانت مش قلقانين منها يعني، كده كده تحصيل حاصل وكده كده انت كنت مطمن ان انت ان شاء الله على ارضك برضو هتفوز. بس المهم بقى كاس مصر، انت قلت دلوقتي حاجه انا مش فاهماها، ليه بتقول ما نقدرش نقراها من دلوقتي او ما نقدرش لا نتوقع؟ انا ما قلتش مش لا انا ما قلتش نتطرق ليها دلوقتي، لان احنا كنا بنتكلم عليها جوه اوكي، الكاس. لكن يعني لكن لا جاي لها كده كده جاي لها في الكلام كله. عايزين فعلا نبدا فيها دلوقتي. تفاصيل كتيره جدا بالزبط. جدا جدا، لانك انت بتلعبي منافس برضه نفس الحكايه صاعد برضه، يعني صاعد مستواه بتدرج من كان في من التعادل للفوز خارج الملعب ثم الفوز داخل الملعب، وعنده جمل بتتعمل دلوقتي، عنده جوميز مدرب اكيد بيدور على اسمه في القاره الافريقيه وفي مصر، فاكيد صحيح. حاجات كتيره جدا، عناصر تفاصيل صغيره هتحسم المباراه زي دي اللي هي زي ديت. احنا دايما بنقول الاهلي والزمالك نيجي نتكلم ما فيش اي قواعد، الاهلي في القمه ممكن يخسر، الزمالك في القمه ممكن يخسر، لان دي تفاصيل صغيره بتنهي المباريات دي. في نفس التوقيت العوامل النفسيه برضو لها عامل، كولر عامل مع الاهلي شغل عالي مع الزمالك، ثلاث مرات فوز مرتين في الدوري. فكره الاستقرار كمان اللي استجد مؤخرا على نادي الزمالك بعد طول فتره عدم استقرار. طبعا طبعا، بس انا اهم حاجه جزئيه ان انا الاطمئنان الكامل ما بحبوش في جمهور الاهلي، يعني انا دايما متعود من جمهور الاهلي الان القلق الصحي، بمعنى الثقة الزيادة دي أنا ما بحبهاش، الثقة الزيادة أو الثقة المفرطة، بلاش الزيادة، الثقة المفرطة بتخلي اللعيبة أكيد بنعكس عليها هذا الكلام. أنا بتمنى من جمهور النادي الأهلي دايما يبقى عنده حالة القلق الإيجابية اللي بيصدرها للاعبين اللي بيخليهم يؤدوا في المباريات بشكل مختلف. الأهلي دايما لما بيشوف جمهوره عنده قلق صحي بيؤدي بشكل مختلف تماما. أنا مش عايز جمهور الأهلي يطمئن اللاعبين إن المباراة سهلة، المباراة مش سهلة على الإطلاق، مباراة منافس قوي جدا، منافسك المباشر في الكرة المصرية منذ أن تم اختراع الكرة في مصر، منافسك المباشر على البطولة نفسها، آخر مرة كسبان الأهلي وخد البطولة منه وخد اللقب منه، وعملوا صفقات برضه وبيجهزوا صفقات كتيرة نفسهم. أي نعم فيها في نص الملعب كلها، لكن في النهاية جوميز بيركز، خلي بالكوا قوة الزمالك الآن في نص الملعب. دي حقيقة. يعني دونجا شايفين منه نسخة مختلفة تماما مع الزمالك، هو اللي صنع الهدف، في جمل بنشوفها الأجنحة بتكمل، يعني هي خطة 4-2-3-1 لكن بتتحول 4-3-3، ودي الخطة اللي بيلعب بها كولر، بس كولر بيظبط 4-3-3 يعني زي ما بيقول الكتاب إنه عند العناصر اللي مخليه يعمل ده. خلي بالكم المباراة اللي جاية دي فيها أفكار تدريبية الناس هتستمتع بيها، فكر برتغالي وفكر سويسري، فكر سويسري مستمر في مصر يعني بقى فتره كبيره جدا، مباراه موازيه، مباراه يعني بين عناصر سواء جبهات من جبهات او في نص الملعب، مباراه هتتفرجوا عليها ان شاء الله، مباراه هتكون يعني الاجواء بتاعتها هتساعد ان هتقدم مباراه كويسه جدا تليق بالكره المصريه. اهم حاجه بقى في القصه دي كلها ان نخرج بالمباراه، الفائز مبروك والخاسر هارد لك، اهم جزئيه ان نبان شكلنا كويس قدام العالم كله. لا ده هيبان كده كده، اهم حاجه يعني واكيد، والبوادر اللي كانت هنا تدل على ذلك وطمنك جدا، يعني كان في كذا لقطه. انا مطمئن ان الوضع اختلف، الوضع اختلف تماما. وفي حاجه مهمه كمان، ان ما بقاش بقى حته العصبيه لازم نكسب بالعافيه، لا انت اكسب كوره، هتكسب كوره وهتلعب كوره هتفوز باللقب، انما حكايه العصبيه وسط جمهور بره مصر وجمهور نفسه الحقيقه لازم يبقى متفهم برضو ان ده لقاء استثنائي في مكان استثنائي في ظروف واجواء استثنائيه. استاذ كريم، الاجواء الاخيره اللي حصلت ما بين الناديين بتؤدي الى اجواء منتظره متوقعه جميله، ومباراه هتكون في ارض الملعب على اروع ما يكون، كل فريق بيحاول يثبت جدارته، جوميز حاول يثبت جدارته مع الزمالك، كولر نفس الحكايه راجل اثبت جدارته بثقه كبيره جدا وبشكل ممتاز، ولاعيبه الاهلي في اعلى فورمه ولاعيبه الزمالك جايين، فده يتوقع تكون مباراه ممتازه وفي صالح الكره المصريه. حسام حسن الفني يقدر يختار بقى القماشه اللي عنده زي ما اختار السبع العناصر الاجانب، فاكيد هتبقى عنده قماشه كويسه جدا يختار منها، وده يبقى في صالح الكره المصريه. نفسنا نبطل حكايه العصبيه اللي مودينا لورا شويه، نفسنا نبطل